السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده أقول لك على أفضل منصة وأفضل موقع بيحول لك النص لصوت بالذكاء الاصطناعي، كأنك بالظبط بتتعامل مع حاجة زي فويس أوفر، بيقدر يصمم لك الفيديوهات بتاعتك بصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي وبأي لهجة وبأي لغة أنت عاوزها. كل ده هنتعلمه مع بعض بمنصة مجانية، حتى كمان أنت مش محتاج إنك تسجل دخول فيها، أنت بس مجرد ما بتيجي تكتب النص هو بيحوله لك لصوت زي الفويس أوفر بالظبط. وبالتالي هيقدر يساعدك بقى انت كمنشئ محتوى، هيساعدك انت كطالب، هيساعدك انت كمعلم انك تعمل فيديوهات او تعمل قصص عن المحتوى اللي انت بتقدمه. فيلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ويلا بينا. اول حاجة زي ما انت شايف كده بكتب على عندي على جوجل، عندي هنا تحويل النص الى صوت، وبتروح على حاجة اسمها ناراكيت، وهسيب لك رابط الموقع ده موجود في الوصف او التعليقات. قال لك هنا بيحول الصوت الى نص، زي ما انت شايف كده بيقول لك قوموا بتحويل النص الى كلام باستخدام 700 مولد صوتي طبيعي وواقعي. خلي بالك من الكلمه دي، فانت كل اللي عليك بس بتروح عندك تضغط عندك على كلمه انشاء صوت زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتختار الصوت اللي انت عاوزه او الشخصيه اللي انت محتاجها. مجرد بس ما بتضغط عندك ضغطه كده بيقول لك انا عندك حاجه اسمها اشيا، وعندك علي، وعندك كريم ورنا وفرح، وعندك برضو اصوات تانيه كتير قوي، سواء كان اولاد او سواء كان بنات. يعني مثلا بيقول لك هنا بصيغه الملف، انت عايز تنزل الملف بصيغه M4A ولا MP3 ولا WAV. مثلا نفضل ان احنا نختار MP3 علشان لما انت بتيجي ترفعه على برامج المونتاج بتاعتك. بيقول لك هنا كتابه النص، ممكن تكتب النص اللي انت عاوزه براحتك خالص، وبعد كده بتروح عندك تضغط عندك على كلمه انشاء صوت. هنا بيقول لك للحصول على اختيارات اضافيه تحويل مستند الوورد وضبط سرعه وقوه الصوت والعمل على ملفات الباوربوينت. يعني ازاي؟ انت بس مجرد ما بتضغط عندك على كلمة المزيد من الاختيارات، طبعا هو بيدي لك هنا اختيارات كتيرة قوي، يعني مثلا بيقول لك هنا اللغة بتاعتك، سواء كان اللغة العربية او اللغة الانجليزية او اي لغة في العالم. بعد كده انت بتختار صوت الشخص اللي هو يعجبك، يعني على سبيل المثال ان انا لو جيت اختار الصوت ده ممكن برضو تغير الصوت. مثلا طبعا انت بتستخدم الاصوات دي كأنها فويس اوفر بالظبط. طبعا هنا بيقول لك الصوت ممكن تخليه قياسي، تمام، يفضل انك تخليها قياسي. السرعه تقدر تتحكم فيها براحتك، خليها نورمال. بعد كده بقول لك هنا الفورمات اللي هو الصيغه بتاعتك او الاكستنشن، هنا بيقول لي MP3، تمام. هنا بيقول لي حاجه اسمها الاوتبوت، خليها بس اول واحده اللي هي سنجل اوديو فايل، تمام. بعد كده بتضيف هنا السكريبت، سواء كان السكريبت كان موجود عندك او انت ضايفه، او السكريبت موجود على مثلا ملف وورد، كل عليك بس بضغط عندك على كلمة أبلود، وبترفع الملف الوورد. مثلا على سبيل المثال أنا هرفع ملف الوورد ده أو التكست ده، تمام، زي ما أنت شايف كده. بعد كده بضغط عندي على كلمة كريت أوديو، وبتستنى شوية لحد ما يتم عمل الصوت بتاعنا. طبعا الصوت ده بيبقى عامل زي الفويس أوفر بالظبط وبيبقى احترافي جدا. هنفتح مع بعض كده الصوت. دلوقتي انا عاوز انزل الصوت ده، بتضغط عندك على الثلاث نقط دول وبتعمل داونلود، وبعد كده بينزل بشكل تلقائي عندك على الجهاز عادي جدا. طب ونفترض انك محتاج انك تعمل صوت جديد ومحتاج انك تغير الشخصيه دي براحتك، ممكن نغير الشخصيه اللي اسمها رنا دي، هي دي برضو صوتها معقول شويه، ممكن نستخدم عالي، مفيش مشاكل. انا مثلا اختار معايا الصوت ده، وبعد كده بضغط عندي على كلمه كرييت اوديو، وهنشوف مع بعض هيحول لي الصوت لنص. طبعا انت مش محتاج تسجل دخول، المنصه مجانيه ومدفوعه معاك كمان. تعالوا كمان نشوف بقى مع بعض الشخصيه دي. فانت تقدر تستخدم الصوت بتاعك او اي صوت او اي حتى كلام انت كتبته لتحوله لصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي، كانك بتستخدم الفويس اوفر بالظبط. اغلب المستخدمين على المنصات الفيسبوك والانستجرام بيستخدموا المنصة دي علشان بيعملوا فيديوهات الريلز، وبالتالي يقدروا يربحوا منها. وانت حتى كمان كطالب انت محتاج انك يشرح لك كتاب، ممكن تفسر له الكتاب وبعد كده بترفعها على المنصة، والمنصة بتبدأ تكلمك الكتاب ده بيقول ايه، وانت عاوز تعرف معلومات اكتر عن المنصة دي ممكن تروح عندك على المنصة. داخل المنصة بالفعل هتلاقي فيه مميزات جامدة جدا، يعني حاول كده بالحول باللغة العربية. هنا بيقولك العرض التوضيحي، لو انت بتستخدم الكتابة للإعلانات ممكن تحول كتابتك دي لإعلانات كأنها فويس أوفر أو شخصية بتعمل إعلانات.
كذلك برضو لو كان عندك مدونة صوتية ممكن دروس لغة، لو انت بتشرح لغة ممكن تضيف المستند وبعد كده بتصنع الصوت الخاص بيك انت بعد كده، او كتب صوتية بترفع الكتاب وبيحولها لك لصوت. طب كذلك برضو الاعلانات هتبقى ممتازة جدا ليك لو انت في شغال في التسويق او شغال في التسويق الرقمي، لو انت صاحب مدونة بلوجر او صاحب مدونة صوتية، البودكاست والحاجات دي بتقدر تحول النص بتاعك لكلام. كذلك برضو في دروس لو انت مدرس او انت طالب ممكن يشرح لك الدروس بتاعتك بشكل او بصوت الذكاء الاصطناعي، طبعا مش هيزهق منك. كذلك برضو انت بتحب او انت بتحب تقرأ كتاب، انت محتاج تحول البي دي اف الخاص بالكتاب بتاعك لصوت زي ما انت شايف كده عن طريق الذكاء الاصطناعي. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب. كنا بنتكلم على طريقة تحويل النص الى صوت بالذكاء الاصطناعي. دمتم بخير، سلام.